أنا عمري 9 سنين وعينا على الاحتلال وأجى الاحتلال على الدور. إحنا في 67 من أخذونا اليهود. أنا كنت بنت 9 سنين صغيرة يعني بلشوا وقفوا على الشارع الرئيسي على شارع نابلس وبلشوا يطخوا على الناس اللي في المخيم. نزلوا الناس وردوا سلموا ورفعوا الرايات البيض من الخوف لأنه فيش شيء يقاوموا فيه. إحنا يعني فيش في المخيمات شيء يقاوموا فيه حتى ولا بكون مفكرين في الحجر حتى. لا حد هلقيت عمري 59 وإحنا تحت الاحتلال طول 50 سنة. أنا اسمي فدوى خليل، أصلي من بيت نبالة، مهجرين 48، ساكن في مخيم الجلازون. إحنا فيش حرية عندنا بالمرة، هذا البحر لا بنشوفه إلا إذا عملوا تصريح. شبابنا ما بيدخلوا هذيك البلاد بالمرة، ما بيعرفوا البحر بالمرة، لا القدس ولا حيفا ولا يافا ولا جميع بلادنا الفلسطينية اللي في الداخل. أحلامي إن نرجع لأرضينا، إن أولادنا يعني يعيشوا بحياة هنية بدون خوف. لازم إحنا يعني نعيش بهدوء زي جميع العالم اللي عايش بهدوء. إحنا لازم يعني ما نبكاش أقل من العالم ولا بإشي.